Ich begrüße Sie zu einem neuen Frage- in Deutschland. Frage Wie heißt Deutschland mit vollem Namen? a Bundesstaat Deutschland b Bundesländer Deutschland c Bundesrepublik Deutschland d Bundesbezirk Deutschland Was bedeutet diese Frage? Wie heißt, كيف يدعى أو تدعى Deutschland, ألمانيا mit vollem بالاسم الكامل كيف تدعى ألمانيا باسمها الكامل طبعا لما بنفهم نص السؤال بتصير الإجابة سهلة كتير بنشوف الاحتمالات اللي يعطيني إياها Bundesstaat Deutschland Bundesstaat يعني ولاية اتحادية Deutschland, ألمانيا ولاية اتحادية ألمانيا لا ما اسم الرسمي لألمانيا هذا طبعا كلمة من نستعملها مع الولايات الأمريكية نحن نقول مثلا إن بوندستات أريزونا أو إن بوندستات أوهايو نقصد فيها الولايات الأمريكية في أمريكا دولة أمريكا تسمى بوندستات في اللغة الألمانية الاحتمال الثاني بوندسلندا دويتشلاند البوندسلندا قلنا هن المقاطعات الألمانية أو الولايات الألمانية طبعا هذا ما هو الاسم الرسمي لألمانيا الاحتمال الثالث البوندس ريبوبليك دويتشلاند جمهورية ألمانيا الاتحادية وهو الجواب الصح طبعا اختصارا ب ار دي هل ثلاث احرف هي بترمز لجمهوريه المانيا الاتحاديه هذا الاسم الرسمي لالمانيا وقلنا سابقا الشرقيه ال دي دي اي الدويتش كمان كان اختصارها تلات احرف اذا الاحتمال الرابع كمان عنا هون بوندس بتسيك دويتشلاند بوندس بتسيك بتسيك يعني منطقه في مدينه المدن الكبيره مثل برلين تقسم لمناطق اسمها بتسيك والبوندس بتسيك يعني هي مثل منطقة اتحادية في ألمانيا أو لألمانيا طبعا كمان هذا الاحتمال خاطئ إذا الاسم الرسمي لألمانيا هو بوندس ريبوبليك دوتشلاند. طبعا هذا السؤال صار بديهي ومعروف والجواب واضح وسهل إذا السؤال بسيط وكالعادة الأسئلة الرسمية طبعا تعرفوا أنتم فيكم تتدربوا عليها الصفحة الرسمية لل... للأسئلة OETBMF.de هي صفحة البام في البوندس في فيكم تتدربوا على الأسئلة الرسمية على هذه الصفحة وتحياتي لكم جميعا إلى اللقاء في الدرس القادم